أنا نقيبة الباعة الجائلين من القليبية. إحنا عملنا النقابة ديت لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، لأن البياعين أصلاً يعني بياكلوا عيش بالحلال، مش لا بيسرقوا ولا بينهبوا، وبياكلوا عايزين ياكلوا ما شريف. يمكن نيجي حارس الحي بيطاردهم، ياخد منهم البضاعة، بياخد مكسر لهم حاجتهم، هما يجيبوا منين ويشتغلوا منين. حاولتوا تروحوا بمشكلتكم دي لحد المسؤولين؟ احنا رئيس الحي قال ما نكونش حاجة عند الباعة الجائلين، ما نكونش أي شيء عندنا، نقولوا يدينا مكان حتى لو بالإيجار، نأجر مكان. البياع أصلا بيجيب السلع ويوفرها لحد المستهلك، حد عنده يوفرها له ويوفر عليه الوقت والمجهود، كان بيسهل له مأمورية كتير. في نفس الوقت كان البياع بيحمي الشارع من الجرائم والحوادث اللي بتحصل، لولا البياع في الشارع كانت كترة الجرائم والحوادث حصلت فيها. حاولتوا تصعدوا الموضوع لحد أعلى من رئيس الحي؟ حاولنا للمحافظ، رفض إن هو يقابلنا ولا يساندنا. طيب كل ما يأجل معانا في مواعيد ويأجلها. احنا عايزين حد يهتم بالباعة الجايين، عايزين حد يشوف اعمالهم، الاعمال بتاعتهم، يشوف لهم مكان ليهم. احنا عايزين مكان يكلمهم ويكلم وضعهم سليم. هو وضعهم وضع الباعة الجايين دلوقتي في القليبيه ايه يعني؟ الوضع مش غير سليم، كل يوم تهديد من الحي، كل يوم ينزل المرافق تبهدل لهم حاجتهم وكسرهم. ان وصل ان جابوا ضابط من بنها مسك ان بياعين حريم ضربهم، وعمل أواضي وهمية للبياعين، تلفيق تهم، دعارة وسرقة. ليه؟ البياع مش على حرامي ولا صاحب سوابق، البياع بياكل لقمة شريفة، واقف بشرف الشارع. احنا عايزين حد يحمي البياعين دول. طيب مطالبكم ايه بالظبط؟ مطالبنا ان احنا تقنين وضع البياع، ان احنا نعمل له مكان ثابت وبالإيجار. البياع ما عندوش مانع انه يدفع إيجار المكان، بس يقف في أمان. احنا عايزين يقف في أمان مش أكتر.